هنا بقى نقول ان عندنا خبر كمان يا ايمان عندنا مهم جدا وله دلالات مهمه، بس خلونا نقول الخبر الاول. وزاره الصحه والسكان اعلنت انها اصدرت ما يقارب من 2 مليون قرار علاج على نفقه الدوله، 2 مليون قرار، وده بس كان في النص الاول من السنه، وده بيجي في اطار حرص الدوله المصريه على تخفيف العبء عن المرضى خاصه غير القادرين. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان قال ان التكلفه وصلت لاكثر من 9 مليار جنيه. دي ارقام مهمه جدا، وبتقول ان مفيش دوله في العالم بتمر بظروف اقتصاديه زي ما بيمر بيها العالم كله، وبتقدر تتصرف او تنفق هذه المبالغ الكبيره في بند واحد بس وهو العلاج. وطبعا قرارات العلاج الحقيقه في مصر بتشهد تطور كبير جدا على كل الاصعده في المنظومه الصحيه. شكرا طبعا وزاره الصحه، شكرا للاراده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم جدا، لان النهارده يا ايمان احنا لما بنعالج مريض وشوفي الارقام دي بتعالجي اسره، بتنقذي اسره من الهلاك، سواء الجهد سواء المال، يعني الاسره كلها بتجهد جنب اي مريض في العيله. الاهتمام بالصحة عموما ده استثمار مباشر في البشر، حماية للأجيال اللي جاية. الوزارة وزارة الصحة بتعاون مع 100 مليون صحة تحت مظلة حياة كريمة، تحت قيادة سياسية حكيمة عارفة مصلحة البلد دي، بتهتم بالمواطن المصري مش من وهو جنين، لا من قبل كمان، من وهو فكرة، من قبل ما الناس تتجوز وبيبقى فيه فحوصات قبل الزواج عشان اضمن ان يبقى فيه جنين سليم وانسان سوي ويقدر ان هو يساعد ويقدر ان هو يكون مفيد في المجتمع. فالحقيقه كل التحيه والتقدير لكل القائمين على المبادرات الصحيه اللي من النوعيه دي.